عليك يتوكلنا واليك المصير واستدعى عمر بن سعد فدعي له وكان كارها لا يحب ان ياتيه فقال اي عمار اتزعم انك تقتلني ويوليك الدعي بلاد الري وجرجان والله لا تتهنا بذلك عهد معهود فاصنع ما انت صانع فانك لا تفرح بعدي في دنيا ولا اخره وكاني براسك على قصبه يتراماه الصبيان بالكوفه ويتخذونه غرضا بينهم فصرفا بوجهه عنه مغضبا ولما سمع الحر بن يزيد الرياحي كلام ابي عبد الله الحسين واستغاثته اقبل على عمر بن سعد وقال له امقاتل انت هذا الرجل قال اي والله قتالا ايسره ان تسقط فيه الرؤوس وتطيح الايدي قال ما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال؟ فقال لو كان الامر الي لقبلته ولكن اميرك بن زياد يأبى ذلك فتركه ووقف مع الناس، وكان الى جنبه قرة بن قيس، فقال يا قرة هل سقيت فرسك اليوم؟ قال لا قال فهل تريد ان تسقياه فظن قر من ذلك انه يريد الاعتزال ويكره ان يشاهده احد فتركه فاخذ الحر يدنو من الامام الحسين عليه السلام قليلا قليلا فقال له المهاجر بن اوس أتريد أن تحمل فسكتا وأخذته الرعدة فارتاب المهاجر من هذا الحال وقال له لو قيل من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك فما هذا الذي أراه منك فقال الحور إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا، ولو أحرقت، ثم ضرب جواده نحو الحسين عليه السلام، منكسا برأسه، منكسا برأس رمحه، قالبا ترساه، وقد طاطا براسه حياء من ال الرسول بما اتى اليهم وجعجع بهم في هذا المكان من غير ماء ولا كلاء رافعا صوته اللهم اليك اتوب فتب علي فقد ارعبت قلوب اوليائك واولادي نبيك يا ابا عبد الله اني تائب فهل لي من توبه فقال الامام الحسين عليه السلام نعم يتوب الله عليك فسر قوله وتيقن الحياه الابديه والنعيم الدائم ووضح له قول الهاتف لما خرج من الكوفة فحدث الحسين عليه السلام بحديث قال فيه لما خرجت من الكوفة والنعيم الدائم ووضح له قول الهاتف لما خرج من الكوفه فحدث الحسين بحديث قال فيه لما خرجت من الكوفه نوديت ابشر يا حر بالجنه فقلت ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير إلى حرب ابن بنت رسول الله فقال له الإمام الحسين عليه السلام لقد أصبحت حرا ثم استأذن الإمام الحسين في أن يكلم القوم فاذنا له فنادى باعلى صوته يا اهل الكوفه لامكم الهبل والعبر ادعوتموه واخذتم بكظمه واحطتم به من كل جانب فمنعتموه التوجه الى بلاد الله العريضه حتى يامن واهل بيته واصبح كالاسير في ايديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وحلأتموه وصبيته ونساءه وصحبه عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهود والنصارى والمجوز وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه وها هم قد صرعهم العطش بئس ما خلفتم محمدا في ذريته لا سقاكم الله يوم الضماء فحملت عليه رجاله ترميه بالنابل فتقهقرا حتى وقف امام الامام الحسين إذ إن الإمام الحسين منع ومنع أصحابه وأهل بيته من أن يبتدئوا القوم بقتال قاط فلذلك نرى الأصحاب في كل مقام في كل مقام وعظ وإرشاد وتوجيه يرشقون بالسهام أو يحمل عليهم أحد نراهم يتراجعون الى ورائهم امتثالا لامر امامهم وسيدهم ابي عبد الله الحسين اذ انه ما يريد ان يبدا احد بقتال ابدا وصاح الشمر باعلى صوته اين بنو اختنا اين العباس واخوته فاعرضوا عنه فقال الامام الحسين اجيبوه ولو كان فاسقا قالوا ما شانك وما تريد قال يا بني اختي انتم امنون فلا تقتلوا انفسكم مع الحسين والزموا طاعه الامير يزيد فقال له العباس لعنك الله ولعن امانك اتؤمننا وابن رسول الله لا امان لا وتامرنا ان ندخل في طاعه اللعناء واولاد اللعناء وتقدم عمر بن سعد نحو معسكر الحسين ورمى بسهم وقال اشهدوا لي عند الامير عبيد الله بن زياد اني اول من رمى ثم رمى الناس فلم يبق من اصحاب الحسين احد الا اصابه من سهامهم فقال الامام الحسين لاصحابه قوموا رحمكم الله الى الموت الذي لا بد منه فان هذه السهام رسل القوم اليكم فحمل اصحابه حمله واحده واقتتلوا ساعه فمن جلت الغبره الا عن خمسين صريعا من اصحاب ابي عبد الله الحسين عليه السلام وخرج يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن زياد فطلبا البراز فوثبا حبيب وبرير فلم ياذن لهما الحسين فقام عبد الله بن عمير الكلبي من بني عليم وكنيته ابو وهب وكان طويلا شديد الساعد الساعدين بعيدا ما بين المنكبين شريفا في قومه شجاعا مجربا فأذن له وقال أحسبه للأقران قتالا فقالا له من أنت فانتسبا لهما فقال لا نعرفك ليخرج إلينا زهير أو حبيب أو برير وكان يسار قريبا من فقال له يا ابن الزانية أو بك رغبة عن مبارزتي ثم شد عليه بسيفه يضربه وبينما هو مشتغل به اذ شد عليه سالم فصاح قد رهقك العبد فلم يعبا به فضربه سالم بالسيف فاتقاها عبد الله بيده اليسرى فأطار أصابعه ومال عليه عبد الله فقتله وأقبل إلى الإمام الحسين عليه السلام يرتجز وقد قتلهما معا وأخذت أم وهب زوجته عمودا وأقبلت نحوه تقول فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذرية محمد صلى الله عليه وآله فأراد أن يردها إلى الخيمة فلم تطاوعه وأخذت تجادبه ثوبا وتقول لن أدعك دون أن أموت معاك فقال لها الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي قالت لا تلمني إن واعية الحسين كسرت قلبي فقال ما الذي سمعت من قالت سمعته بباب الخيمة ينادي واقلة ناصرا فنادى الحسين سيدي أبا عبد الله ردها إلى الخيمة فناداها الحسين جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا ارجعي إلى الخيمة فإنه ليس على النساء قتال فرجعت ولما نظر من بقي من أصحاب الإمام الحسين إلى كثرة من قتل منهم أخذ الرجلان والثلاثة والأربعة يستأذنون الإمام الحسين في الذبيعان والدفع عن حرمه وكل يحمي الاخر من كيد عدوه فخرج الجابريان وقاتلا في مكان واحد حتى قتلا وخرج الغفاريان وقالا السلام عليك ابا عبد الله إنا جئنا لنقتل بين يديك وندفع عنك، فقال مرحبا بكما، واستأذناهما من فَذَنَوَّهُمَا وهما يبكيان، فقال الحسين: ما يبكيكما يا بني أخي، إني لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريري العين، قال جعلنا الله فداك ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن ننفعك فجزاهما الحسين خيرا السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذ برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله بآخر العهد منا لزيارتكم وإقامة العزاء عليكم وفي الآخرة شفاعتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميعا ورحمه الله وبركاته والفاتحه تسبقها الصلاه على محمد وال محمد